حكومة رقة تواصل مع شهية طيبة طاهر عبد اللطيف وكريمة في فريق البرنامج. رحبوا بياسين البوابة، مرحبا بك ياسين، نورنا اليوم في شهية طيبة. وأكيد يتواصل لقاءنا، ضيفتنا الأولى باش تكون الإعلامية والممثلة مريم بن حسين، بعد شوية باش نستقبلوها بعد مشاركتها الأخيرة والأولى، هي الأولى المشاركة الأخيرة لكن الأولى في مكتوب ومش باش تكون الأخيرة في عالم التمثيل. أكيد بعد ردود الفعل الإيجابية في مجملها على مشاركة صديقتنا وزميلتنا مريم بن حسين، بعد شوية نستقبلوا أولى ضيفتنا. هاي